أرحب فيكم السادة المشاهدين معي بحلقة جديدة وتواصل جديد من برنامجنا وبرنامجكم أهل الديرة، وتقبل الله طاعتكم، وإن شاء الله يكون هذا الشهر الفضيل المبارك شهر خير علينا وعليكم، وإن شاء الله إفطارا شهيا والوجبة تكون وجبة خفيفة وما نكثر بالوجبات لأنه ممكن تؤثر على الجانب الصحي. بما أننا إحنا دائما نذكركم بمواضيع عديدة في برنامجنا أهل الديرة، وهذه السنة يعني للدورة الثالثة على التوالي برنامج أهل الديرة رمضانيا يستمر، وإن شاء الله يستمر باستمرارات نجاحاتنا وباستمرار هذه الشخصيات البارزة في المجتمع الكويتي. اليوم حلقتي راح تكون شوي مختلفة وبتحدث عن موضوع مهم جدا، وهذا الموضوع هو ارتباط المجتمع المدني بالديمقراطية، وكيف كان المجتمع المدني تأثير على تأسيس الجمعيات وجمعيات النفع العام وكثير من المؤسسات اللي كان لها دور بارز في حركة وعجلة الديمقراطية الكويتية. جمعيات النفع العام في فترة من فترات كانت هناك جمعيات نشيطة جدا، وكل جمعية كان لها توجهها الخاص. لذلك جاء الدستور الكويتي لينظم هذه العملية، ودائما الدستور الكويتي ينظم أي عملية. جمعيات النفع العام يعني كان في مادة واضحة من الدستور الكويتي رقمها 43 تنص على أن حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ولا يجوز إجبار أي أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة. يعني الكل له حرية اختيار الجمعية اللي يشوفها مناسبة حسب التوجهات وحسب الأعمال اللي تقوم فيها. طبعا هذه المادة جاءت لتعزز دور المجتمع الوطني ودور المجتمع المدني تجاه الديمقراطية الكويتية، ولليوم الكل يعتز فيها والكل يشد فيها، وهي الأسبق في المنطقة الخليجية. نظمت كثير من الأمور، نظمت يعني المهنة ونظمت العمل التطوعي وأيضا نظمت الجانب الاجتماعي. من أبرز هذه الجمعيات في دولة الكويت جمعية الثقافة الاجتماعية لما تحمل من دور بارز، كان لها كثير من الأنشطة، لها كثير من الأعمال، ما زالت مستمرة في العطاء. كثير من الجمعيات توقفت، ولكن جمعية الثقافة الاجتماعية لأن لها كثير من الأنشطة والفعاليات المستمرة طوال السنة، فمن سنة إلى سنة تتقدم بأنشطتها وبفعالياتها. عندها كثير من الأهداف، من أبرز أهدافها تطوير مزاولة المهنة للأعضاء في الجمعية، تقديم أوجه الرعاية الاجتماعية للأفراد والجماعات، الدفاع عن الحقوق المدنية الاجتماعية والقانونية للأعضاء، القيام بالدراسات الفنية والاجتماعية والتي تهم المجتمع المدني والمحلي، تشجيع البحوث ذات الصبغة الاختصاصية والندوات العلمية ذات العلاقة بخدمة المجتمع. فهذه الجمعية عريقة بتاريخها، عريقة بإنجازاتها، ولها دور بارز في المجتمع الكويتي والكل يشيد فيه ولله الحمد بالمجتمع كامل بجميع أطرافها. اليوم راح يكون معنا شخصيتين من هذه الجمعية، من أبرز الشخصيات. راح نتكلم عن الجمعية، عن ذكرياتهم بشهر رمضان المبارك، عن أبرز الأنشطة اللي راح نشوفها خلال شهر رمضان المبارك. راح يكون معي ضيفين راح أرحب فيهم وأستقبلهم حاليا. الضيف الدكتور أحمد دشتي رئيس مجلس إدارة جمعية الثقافة الاجتماعية، وكذلك معنا السيد عبد الله الموسوي عضو الجمعية. رحب فيهم في برنامج أهل الديرة، حياكم الله. دكتور رحب فيك في برنامج أهل الديرة، مبارك عليك الشهر، علينا وعليك العام بخير وانت بصحة وسلامة، حياك تفضل. والحبيب إلى القلب السيد عبد الله الموسوي، حياك الله معنا، تفضل تفضل. انتوا طبعا اصحاب مكان، واقول لكم مره ثانيه كل عام وانتم بخير وصحه وسلامه. سعيد جدا بالتواصل وإياكم، وهذا البرنامج اللي يعتبر نافذه للتواصل مع المشاهدين ومع الشخصيات البارزه امثالكم. بدايه ارحب مره اخرى بالدكتور احمد دشتي رئيس جمعيه ورئيس مجلس اداره جمعيه الثقافه الاجتماعيه، حياك الله معي. الله يحييك وانتم بصحه وسلامه، والله يخليك ويسلمك إن شاء الله. بالبداية نحب نهني ونبارك حق الشعب الكويتي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ونحب نبارك حق القيادة السياسية متمثلة بحضرة صاحب السمو أمير البلاد والسمو العهد الأمين والشعب الكويتي الكريم بمناسبة شهر رمضان المبارك، وأتمنى أن يكون شهر خير وبركة على جميع المسلمين ان شاء الله باذن الله. وكذلك ارحب بالسيد عبد الله الموسوي مره اخرى، اهلا وسهلا، واترك لك المجال لترحب بالساده المشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم، وبارك للاخوه المشاهدين بمناسبه حلول شهر رمضان المبارك، جعله الله شهر مغفره ورحمه ان شاء الله. وابارك طبعا للقياده السياسيه والامتين العربيه والاسلاميه بمناسبه شهر قبول الدعوات ان شاء الله باذن الله. يعني حديثي معكم اليوم سيكون اجتماعي، ولكن مرتبط بدور المدني لهذه الجمعيات اللي كنت أتحدث عنها في البداية، ولعلي تطرقت إلى مواد من الدستور الكويتي وتحديدا
المادة 43، وكذلك تحدثت عن جمعية الثقافة الاجتماعية وأبرز أهدافها ودورها البارز في المجتمع الكويتي. نعم. خلنا بداية دكتور. أنا ما أنا دكتور. ما في مشكلة. تفضل. نعود إلى جانب الذكريات بهذه الجمعية ودورها البارز يعني خلال السنوات العريقة اللي قدمت كثير من الأنشطة. يعني إذا أردت أن أتحدث عن أبرز أنشطتها اللي تقدمها طوال السنة، ما هي أبرز الأنشطة اللي تقدمونها هالأيام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تعتبر جمعية الثقافة الاجتماعية أحد الجمعيات النفع العام الكويتية الفاعلة صراحة بالمجتمع، اللي لها نشاط مميز سواء النشاط الرياضي أو الثقافي أو الاجتماعي صراحة. طبعا النشطة اللي كانت في السابق طبعا كانت أقوى من الحين أكيد، لأن الناس مو مثل أول. الحين الناس مشغولة بالدواوين، مشغولة بأماكن الثانية. يعني أول قبلتهم كانت وين؟ كلها بجمعية الثقافة، اجتماعاتهم بجمعية الثقافة، دواوينهم بجمعية الثقافة، لعبهم أغلبها كان بجمعية الثقافة. فالحين الناس أقلت شوية، بس مع هذا تعتبر الجمعية صراحة من الجمعيات النشطة على مستوى الكويت في فعالاتها وحضورها، سواء حضورها الاجتماعي أو حضورها الثقافي صراحة. والحمد لله وماشية في دورها عدل، وعندنا أنشطة في السابق كانت أنشطة قوية وماشية زين، والحين هم عندنا أنشطة هم لاقي قبول سواء أنشطة رياضية أو الثقافية. وإن شاء الله نذكر لكم بعض الأنشطة إن شاء الله اللي قاعد تحيي الجمعية هذه. نعم. إيه نعم قاعد جهزها. أنا ودي يعني مع سيد نعود إلى جانب الذكريات. سيد، من متى وأنت عضو في الجمعية أو تزور هذه الجمعية؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. بالبداية جانب الذكريات، أنا ما بكبر نفسي وايد. قبل الغزو، مرحلة ما قبل الغزو الصدام الغاشم، كنا صغار ولكن كنا نروح أحيانا ويا الوالد. تذكر زيارتك لل؟ أتذكر زيارتي، لأنه مكان نفس ما قال أخوي الكبير أبو محمود، كان هذا ملتقاهم، هذه ديوانيتهم. ديوانية الجمعية كانت ديوانية نشطة، يمكن أخواننا وآبائنا الكبار بالسن يتذكرون هذا الشيء. كان ملتقى اجتماعي سياسي للمناقشات، للقاء، للتعارف. حتى لما كانوا يفتقدون واحد ليلة ما يسألون وين فلان. ها، فإحنا كنا كأطفال يعني كنا صغار، كنا نيجي الجمعية بالملعب ببفوت، كنا نلعب الألعاب البسيطة اللي موجودة بالجمعية، وكانت فرصة لنا، لأن ماكو بدائل. الحين لو تقول حق الشباب الصغار تعال وديك الجمعية يقولك عندي وايد بدائل. صحيح. يعني صحيح. فإحنا كانت ذكرياتنا، يمكن أنا كنت صغير بالسن، ولكن ذكرياتنا كانت إن كنا نكون سعداء نروح الجمعية. تعتز طبعا بهذه الذكريات. كنا نعتز بهذه الذكريات. ليش؟ لأن حتى راحتنا للبقالة، أنا أتذكر رحمة الله عليه أبو أنيس. نعم. مسؤول البقالة توفى الحين، كانت لنا ذكريات حلوة بالبقالة بالملعب. يعني أنا بعد ما تم افتتاح الجمعية عام 2008 لما جيت أخذ جولة بالجمعية أتذكر بعض الأماكن، هني كان مكان البيبي فوت. طبعا الحين صار تغير فني بالجمعية، ولكن الأقد لو بلخص ذكرياتنا بالجمعية بأن كانت في علاقة عشق قوية مع الجمعية. أنا يمكن وايد ما كنت أروح بشكل يومي، ولكن دائما لما كنت أروح كنا نحس بسعادة. حتى لما يقولون يوم في مسرحية، كانت مسرحيات الجمعية على مستوى الدولة مسرحيات متعوب عليها، والنشاط المسرحي كان بالجمعية متعوب على الدورة الصيفية اللي كانت تقام سنويا. عقيم. المخيم ينطلق من جمعية ثقافة. فكانت عندنا كأطفال وقتها ذكريات حلوة، اليوم نستذكرها نعيش يعني حالة سعادة. يعني الحين عشت حالة السعادة لما أتذكر ذكريات اللي من 20 و25 سنة في الجمعية. وإن شاء الله الحين أبنائنا وعيالنا الموجودين بالجمعية هم يعيشون هذه الأجواء إن شاء الله الحلوة. طبعا أول لقاء صحفي سويته أو أول مقال كتب عني من السيد، تذكرها يوم كنا في إحدى المسابقات اللي يسوونها ونشرت لنا في إحدى النشرات البؤساء، كاتب عني وفريق كنت بطولة الأقصى الثقافية في شهر رمضان المبارك بروحي جاي سنة 2001. ما شاء الله أنا مناسيها. مناسيها. لو تبي أجيب لك نسخة منها محتوى. لا عندي. هذه مشكلتها، فريقة مكون من 4 متسابقين يومها هو بروحه، فأنا كنت مسؤول النشرة الإعلامية فحطيت صورته وكتبت تحتها البؤساء، فمن يومها طاحت الميانة وياه. حطيت الجائزة يعني؟ لا ما أخذت الجائزة. قانونيين إحنا. طيب محمود، يعني لنتحدث ايضا عن جانب الذكريات بالنسبه لك. يعني هو جانب الشباب اليوم يتحدث عن جانب الطفولي، تذكر يعني ارقى مرحله، افضل مرحله اللي اسست فيه، زرعت فيه، غرست فيه نفس السيد كثير من الامور التي الان تترجم الى عطاء، وهذه يعني عطاء شبابي، وان شاء الله العطاء يكون مستمر. بالنسبه لكم يعني جيل الاباء،
شو تتذكرون من هالجمعية؟ والله أنا مثل ما تفضل السيد، إحنا ممكن نتذكر أغلبها كان أنشطة رياضية صراحة. نعم. لأن فعلا كان نشاط رياضي قوي، مباريات ودورات كانت تصير كنا نشارك فيها. وطبعا اللعب السابق كان ملعب ترابي، كان مو مثل الحين ملعب ثيل صناعي مرتب عدل ومغطى بعد. لا أول كان ثيل صناعي ترابي كان، واللعب كان قوي وأغلبنا كان عندنا فرق كنا نشارك. أنا كنت أكثر شيء حتى كنت حطوني مرة مسؤول نشاط رياضي، وأنا مدرس تربية بدنية مبين مبين والحين هم يهتم بالجانب الرياضي بالجمعيه، انا هم بعد هم رياضيين الحمد لله الله يخليهم. فاتذكر حتى لما كنت اسلم كان يعطون نشاط رياضي حتى بالمخيم، كنا مخيم الكوثر اللي هو جزء كان مخيم الغدير، هم كنت مسلم النشاط الرياضي في المخيم، فاغلبها كنت متجه صوب النشاط الرياضي. حتى النشاط الرياضي اخوي اول كان له طعم اكثر، يعني كان له على طول كنا نلعب المشاركة لطعم الفوز لطعم لطعم الكاس. حتى الكاس كان كاس بسيط بسيط جدا، بس الكل كان يفرح ويستانس، والميداليات هم بسيطة جدا كانت. الحين لا الحين تلتقون ربع أول الحين تلتقون؟ إيه طبعا نلتقي، احنا الحمد لله احنا متعودين كل سنة مرة مرتين نسوي ملتقى كبير بالجمعية، النادي الرياضيين الرواد السابقين والأعضاء السابقين الناديهم على قاعدة عشاء وقاعدة تعارف وقاعدة التقاء يعني بيناتنا، والصور الجماعية والصور التذكاري اللي تصور سوينا احنا السنة هذه قبل ملتقى الوفاء 3 اشهر تقريبا. ايه قبل 4 اشهر سوينا، واحنا ببالنا يعني احنا كل 4-5 اشهر نسوي ملتقى حقه. قلت لك الحين الناس اغلبها ملتهية شوية في امورها العائلية في امورها بالمناطق مثلا دواوينهم، فالجمعية نحاول كثر ما نقدر ان نستوعبهم مرة ثانية، والحمد لله في تجاوب. وتعتبر يعني خلينا نكون صادق معك جمعية ثقافة من الجمعيات النشطة على العريقة في تاريخ، نعم. يعني الحمد لله نشطة ولا زالت النشاط موجود يعني عندهم عندنا في الجمعية الحمد لله، بالعروض المسرحية بالندوات الفكرية اللي قاعد تصير الحمد لله، يعني الندوات الاجتماعية اللي قاعد تصير ماشية زين يعني صراحة، بس يبيل إن شاء الله للأكثر ولا أكثر إن شاء الله. إن شاء الله يعني يعود البريق مع يعني مع احتفاظي شديد. انا اشوف البريق ما زال موجود، ولكن يعود البريق مثل ما تبونه وافضل باذن الله. اكيد اكيد. هل اختلف رمضان الحين عن رمضان اول سيد ايام الطفوله عن الحين؟ طبعا انا مو اتكلم عن اول ولا الحين، اتكلم كل سنه عن سنه احنا نحس معقول لهالدرجه وصلنا نحس ان يعني الحين ابسط شيء بيمعتنا برمضان أي. الكل ماسك الايفون ولا جهاز التواصل أي. الاجتماعي وكاشت بالقعده، لا نسولف مع بعض واحنا قاعدين ونسولف ويا بعض واحنا قاعدين، فهذه نقطه. فاكو اختلاف كبير يعني امانه. انا اقول لك احنا هذا العام عندنا غبقه رمضانيه نقيمها كل عام، وطبعا اتمنى اخوي ابو محمود يتكلم عنها، وهي دعوه ل جميع اطياف المجتمع الدعوة يشافون عامة. دعوه عامه لهم. متى راح تكون؟ كم رمضان؟ تكون يوم 9 انا عندي اليوم بالضبط التاريخ عند اخوي ابو محمود، وهي دعوه عامه لجميع اطياف المجتمع الكويتي لان يشافونا بالجمعيه فرصه للتواصل واللقاء معاهم بالجمعيه. ضروري نحضر نكون موجودين تشافونا انت وقناه الكويت وكل الاخوان يعني. الله يسلمك. طيب. يعني نسولف عنها المناسبه بشكل بسيط. احنا عندنا بشهر رمضان غبقتين، عندنا غبقه للجميع والدعوه للجميع صراحه. يعني احنا راح نوجه دعوات ان شاء الله حق الكل يعني، ودعوه راح تصير صادف يوم الثلاثاء تاريخ 8/7. نعم. دعوه للرجال هذه فقط، وراح ندعي سمو الامير ان شاء الله باذن الله، وللعهد والوزراء والشيوخ والنواب جميع اطياف مجتمع الكل مدعو، الكل مدعو يوم الثلاثاء ان شاء الله تاريخ 8/7. هذه غبقه للرجال اول العام احنا سويناها من الساعه 9 العام، يمكن عشان الانتخابات الناس التهت شويه. صحيح. هالسنه لها السنه ان شاء الله ماشي فيها من الحين الى قاعد نرتب لها ان شاء الله حق تاريخ 8/7 للرجال. وعندنا هم دعوه بالمره هم غبقه نسائيه راح صادف قبلها تاريخ 5/7 يوم السبت، صادف أهم غبقة نسائية فقط للخوات والبنات إن شاء الله. نعم. للتعارف لمزاولة النشاط النسائي الاجتماعي راح يصير. نعم. في الجمعية إن شاء الله، ودعوة للالتقاء والتبريك إن شاء الله رمضان مبارك إن شاء. نعم. الله. أنا الحين قاعد أسولف عن جمعية الثقافة الاجتماعية ويعني دورها البارز في المجتمع الكويتي وتحديدا بشهر رمضان الحالي، ولكن جانب الذكريات مهم وجانب العطاء مهم، والقيم التي انطلقت منها هذه الجمعية أهم أيضا. أكيد. راح نتكلم عنها ولكن من بعد هذا الفاصل.
رجعنا مشاهدينا من بعد الفاصل ومستمرين معاكم في برنامج أهل الديرة، وجئنا إلى جانب الذكريات والصور الجميلة اللي قاعد نشوفها وذكرياتنا. ايش قاعد تقول له؟ أقول له أنا بتكلم. طيب أنا قاعد أشوف عندي مجموعة من الصور، وهذه جمعية الثقافة الاجتماعية 1972 مكتوب. شنو هذه الصورة؟ هذه الصورة من الأنشطة الجميلة وقتها، كانت يمكن الحين صعب نسويها لو تلاحظون الإخوان كبار بالسن والحين يمكن صاروا شياب الله يطول بعمارهم لو كانوا من الأحياء. هذه كانت بعض المسابقات الترفيهية مع بساطتها، ولكن كانت تدخل السعادة بقلوبهم. شنو كانت مسابقة؟ مسابقة إن يأكلون الناس ما تقول حمضيات شلون يتغير شكله، ولا مسابقة يمكن وقتها كانت عظيمة ولكن الحين يمكن مو مناسبة لها الزمن، ولكن هذه كانت تدخل السعادة، يكفي الضحكة اللي تشوفها على وجوههم بعد هذه المسابقات البسيطة. نعم، هذه الصورة منو اللي فيها؟ في أحد تذكرونه للحين؟ نعرف أحد فيها؟ أو شنو كانت مناسبتها؟ وشنو اللعبة اللي قاعد نشوفها؟ طبعا مجموعة من الشباب. هذا هاشم العلي. هذا هاشم العلي. أي نعم. نعم. وهذا كنا سيد منو؟ سيد فاخر؟ يمكن إيه. نعم. يمكن سيد فاخر. شنو كان يعني؟ النشاب هذا. النشاب عزيمة كانت. طبعا كان اللي يجهز الأكل واللي يطبخها هاي أغلب الأحيان شبابنا. شباب. يشيل ويحط. ماكو خدم. ترى الحين شوي. بس طيب. الحين شوية. أقل. هذه وايد قديمة الصورة شكلها. حلوة شكلها. هذه منو اللي في الصورة؟ حجي عبدالله. هذا حجي عبدالله. هذا حجي عبدالله غني عن التعريف. اي نعم. ابونا وباكت الجمعية. وهذا محمد جواد. كأن محمد. كنا محمد جواد كاظم. نعم. هذا طبعا صورة تعود الى السبعينات صح التعبير؟ تقريبا السبعينات. وهذه ايضا صورة اخرى عندنا، هذه بعد لعبة هني ولا تسجيل ولا؟ هذا التسجيل. تجديد كان. الاشتراكات بالجمعية والعضوية. طبعا لو تلاحظ كان اول بالجمعيه اكو شغله حلوه. عضو الجمعيه عضو مجلس الاداره مستلم احنا امين الصندوق، ولكن يجيب الشباب يساعدونه هم خلي يتعلمون. فكانت موجوده هذه الشغله. نعم. دائما كان جيل الاباء يوجه ويشرف والشباب هم اللي يشتغلون. نعم. هذه الصوره اللي قاعد نشوفها هذا اكيد احدى الندوات. احدى الندوات كانت في مصلحه الجمعيه القديمه. في مصلحه الجمعيه القديمه تشوف بين جمعيه جدا قديمه. نعم. طبعا الحضور كله من كبار شخصيات. كبار شهيه. نعم. هذه الصورة هذه أيضا بعد قديمة، هذه قبل غزو الصور. كلها قبل غزو. مكتوب التاريخ 72. هذه كلها 72 تقريبا. ولا تاريخ في 73. في 73. نعم. احنا حاولنا نحط صور قديمة. هذا السيد علي. نعم. هذه صورة السيد علي منو؟ سيد علي الطبطبائي. هاي سيد علي الطبطبائي. نعم. شكل يختلف تماما. نعم. كنا هذا شاكر النقي بعد. صح. ايه عدل. طيب. هذا الحين اللي قاعد نشوفها وقت ال وهم يتغدون وقت الغداء يتعشون وقت تناول الوجبه يمكن فطور. ميثم كاظم. ميثم كاظم. اي ما شاء الله. طبعا كان تلاحظ هناك الكبار ويا الشياب ويا الصغار كلنا كنا بجو واحد يعني. نعم. مبين. هذه الصوره هذه الصوره من الصور المميزه صراحه. صح. ديوانيه الجمعيه. العم رئيس مجلس الاداره السابق الله يشفيه ان شاء الله ويطلع بالسلامه ابو عمار. هذا ابو عمار حسين بارون. حسين بارون. اي نعم. كان لسنوات رئيس مجلس الاداره. سيد علي الطبطبائي. نعم. كنا حج علي غضنفري ما شاء الله. اي نعم. ولو تلاحظ كان اكو خريطه دوله خريطه العالم السياسيه يحللون ويناقشون اجتماعيا على السياسيه. طبعا كان لها دور كبير بالديوانيه. كان لها بنقل الثقافه كتيل بالمناقشات. صح. نعم. هذا بالديوانيه. نعم. طبعا الديوانيه كانت عامره شخصيات كبيره. إيه يعني. كل يجي كان وقت النقاش ما عندهم بالليل يجون الديوان يقعدون. نعم. مو مثل الحين الحمد لله الحين كل فريش في ديوانيتين ثلاثه الحين. نعم. وهذه الصوره الاخيره اللي خلينا نشوفها هذه ايضا جانب الانشطه الاجتماعيه. إيه. اللي قاعد نشوفها. اي نعم. نعم. هذه سنه 73. كلها 73. نعم. كلها صور قديمه. نعم. طيب احنا هذه طبعا مجموعه من الصور اللي شفناها. حياكم سريعوا كمل حديثنا. طبعا هذه جوله سريعه في تاريخ جمعيه الثقافه الاجتماعيه وابرز الانشطه. طبعا اخوي احمد بس امانه ما دام احنا طالعين في هذا البرنامج نشكر شبكه البشائر وتحديدا اخوي العزيز سيد رضا الطبطبائي لانه هو قام بجهد شخصي مشكور على مدى سنوات جمع ارشيف الجمعيه من الستينات الى حقبه يعني لسنه 89 جمع الافلام الصور المجلات النشرات وارشفها وخلاها. نعم. متاحه في موقع الكتروني للجميع. طيب. الله يعطي العافيه. انا قبل شوي شفت صوره حاب اعلق عليها بس اذا تسمح لي اخذها. خلكم انا الصوره هذه اعتقد اللي هي هذه ابي اتكلم عن هذا الشخص
أحد الأشخاص البارزين يعني في مجال العمل السياسي والعمل الأكاديمي، شخصية ناجحة جدا لفتت انتباهي، وإذا المخرج أستاذ محمد سلم الحزباوي محمد، هذه صورة هذه صورة منو؟ أنا يعني ودي المخرج يأخذها كلوز على أساس السادة المشاهدين يشوفونها. نعم، هذه أبو محمود أستاذ عبد المحسن جمال. أستاذ عبد المحسن جمال، نعم نعم، ما شاء الله عضو مجلس الأمة السابق، عضو مجلس الأمة السابق، وهو ما شاء الله دكتور حاليا، نعم أستاذ علوم سياسية حاليا في في جامعة الثقافة الاجتماعية، نعم، وحتى في الحياة الاجتماعية السياسية الكويتية صراحة، عسى الله يعطيه الصحة والعافية. نعم ما شاء الله عليه. والجمعية تفتخر أن من أبناء الرواد يعني طبعا ما شاء الله عليه، كان عضو مجلس إدارة بالسبعينات كذلك. على المستوى الأكاديمي من خلال العمل في تدريس السياسة العلوم السياسية، وعلى المستوى الاجتماعي على المستوى السياسي، هذا الرجل يعني لا يقول لا للعمل. أكيد. ما شاء الله عليه، ودائما نستفيد وما نستغني لليوم عن توجيهاته ونصايحه، أخونا الكبير أبو حسين يعني أمانة. يعني أتمنى أن الشباب يتعلمون من هالشخصيات الناجحة. أكيد. اللي ساهمت في بناء المجتمع الكويتي. طيب أبو محمود، هل تعتقد اليوم أن جمعيات النفع العام مهمة جدا في الكويت؟ شكرا شكرا. مهمة جدا في الكويت هذه الجمعيات؟ أنا حسب رأي الشخص يعني مهم. بعد التطور التكنولوجي، بعد العولمة اللي صارت، بعد هالتطور الضخم اللي أصاب العالم بأجمع، هل ما زالت جمعيات النفع العام؟ قبل جمعية النفع العام تنقل الثقافة، تنقل الجانب التربوي، تنقل الجانب العلمي، هل ما زالت بنفس هالمستوى؟ وجودها ضروري. نعم. أنا أتراول وجودها ضروري، ونشاطها مزي، بس قلت لك مو مثل النشاط السابق. نعم. مو مثل الأنشطة السابقة، السابقة ما عندك مكان إلا الجمعية، جمعية الفلانية وراس يروح جمعية الفلانية. الحين لا، الحين الناس قلت لك عندهم الأندية، عندهم مراكز، عندهم حتى المراكز الرياضية الحين منتشرة بالساحة صراحة. كل مدرسة الحين في ملاعب تأجيرها، ملاعب هم تأجير كثير صناعي وشيء مرتب يعني. بس مع هذا لا، أنا أقول وجودها ضروري ونشاطها يمكن أقل من السابق بعض الجمعيات. نعم. بس وجودها ضروري. نعم. لإثراء المجتمع الكويتي بال نعم بالموجود. دورها في خدمة المجتمع، أين يكمن دورها في خدمة المجتمع؟ يعني أنا قرأت في البداية مجموعة من الأهداف لها، هل ما زالت هذه الأهداف كانت منذ انطلاق وتأسيس الجمعية، هل ما زالت هذه الأهداف هي نفس الأهداف اللي محافظين عليها وتستمرون فيها، ودورها في خدمة المجتمع شنو؟ تم إشهار الجمعية قبل 51 سنة وتحديدا. نعم. سنة 63. نعم. وكانت يمكن الجمعية رقم 5 أو 7 على مستوى الكويت من ضمن جمعيات النفع العام. بالنسبة لدور جمعيات النفع العام بالكويت، أنا أقول إن طبعا قل نشاطها، والعملية تعتمد صدقني على عنصرين مهمين، على مجلس إدارة مخلص، وعلى أعضاء جمعية عمومية يراقبون ويحاسبون ويشاركون بفعالية بالأنشطة. نعم. طالما كان مجلس الإدارة مخلص في عمله ومخلص في سبيل تقديم خدمة للوطن والدين، فصدقني تقدر تسوي نشاط. وإنه وإحنا جهبنا أنشطة ينتعب عليها، يعني إحنا مجلس الإدارة تقريبا أسبوعيا عندنا اجتماع مجلس إدارة. نعم. نناقش وايد أنشطة بنسويها ونطلع في بعض الأنشطة، يمكن بعضهم يقول يتهمنا في قلة الأنشطة. إحنا وظيفتنا اليوم منا تكون أنشطتنا كم، ولكن تكون نوعية، احنا نركز على النوعية، بدل لا نسوي 10 ندوات بالسنة نسوي ندوتين ولكن مميزتين، نسوي مسرحية واحدة ولكن متعوب عليها. فأنا أشوف أن جمعيات النفع العام اليوم لها دور، ولكن تعتمد على نفس ما قلت مجلس إدارة مخلص وياي يشتغل، ها، وبنفس الوقت جمعية عمومية تحاسب وتراقب وتشارك في الأنشطة. نعم. ومن هذا المنبر طبعا أنا أشكر وأبارك لإخواني أعضاء الجمعية العمومية وإخواني أعضاء مجلس الإدارة على جهودهم معانا، والله يوفقهم. طيب يعني أبو محمود الآن رئيس مجلس الإدارة. نعم. وتقع عليك مسؤولية كبيرة. أكيد. لإعادة الدينامو يتحرك مرة أخرى، دينامو جمعية الثقافة الاجتماعية البارز في أنشطته، في دورة الاجتماعي، في دورة التطوعي، في دورة الثقافي، في دورة إن أردت أن يعني أختصر هالكلمات كلها، في دورة الوطني. نعم. كيف ستحقق هذه الرؤية مرة أخرى؟ احنا الحمد لله خلال هالعشر أشهر اللي مضت يعني سوينا مهرجان كبير جدا، يعني يمكن ما أدري الله أعلم جميل الوحيدة اللي سوت برنامج كبير بمناسبة عيد الوطني دولة الحبيبة. نعم. كان بتاريخ يمكن أول 3 يعني، لأن كانت عطلة. صحيح. احنا سويناها أول 3، سوينا ملحمة الشهداء، شهداء الكويت، وجدا يعني مهرجان كبير وكان قوي صراحه.
كان عرض مسرحي جبنا احد بنات الشهداء اخو شو واحد من اخو الشهداء تكلم ابن شهيد. يعني ابن شهيد مره هم خلينا نتكلم سوينا يوم للرجال كان الحضور 100% وعرض مسرحي جدا كان راقي ربع ساعة بس أو أقل يمكن ربع ساعة 20 دقيقة بس جدا كان مسرحية حلوة كانت وحتى بعدها بيومين سوين عرض للنساء هم بمناسبة العيد الوطني مهرجان جدا كان راقي وحلو هم التلفزيونات هيت وبعض الصحافة شاركت ويعني عندنا يعني كثر ما نقدر احنا الصراحة قاعد نسوي بعض الأنشطة وعندنا هم بعد برمضان إن شاء الله مثل ما توقيت لك عندنا الغبقتين وعندنا يمكن ها عندنا بعد هم بعد بعد كم يوم تقريبا 8 رمضان 9 رمضان عندنا مسابقة حق مباراة قرآن كريم نعم عندنا أمسية قرآنية بمشاركة يمكن ضيوف من برا من مصر من بعض الدول راح يجونا هني هم عندنا راح يصير بإذن أمسية الله. رمضانية قرآنية كبيرة راح يصير إن شاء بإذن الله. الله بإذن الله. يعني جميل الحديث عن تاريخ جمعية الثقافة الاجتماعية ولكن يعني جمعيات النفع العام سيد خلينا نكون معك صريح وأنا تعودت على صراحتك ولربما تربينا على هذه الصراحة من وإحنا صغار في المساجد جمعيات النفع العام لها دور اجتماعي لها دور سياسي لها دور تطوعي لها دور ثقافي لها دور وطني ما هو دور جمعية الثقافة الاجتماعية في تخفيف النعرة الطائفية والمجتمعات اليوم تعيش في صراع طائفي فما هو دوركم تجاه تخفيف هذا يعني هذا المصاب اللي يواجه كثير من المجتمعات طبعا هذا مدى هذا واجب على جمعيات النفع العام ان تخفف من الاحتقان الطائفي والمذهبي بالبلد لان جمعيه النفع العام ما هي محسوبه لجماعه او فئه معينه هي جمعيه نفع عام كويتيه تخدم المجتمع الكويتي باكمله هاي قاعده لازم نحطها ببالنا احنا اقمنا العديد من الانشطه لقضيه تخفيف الاحتقان الطائفي في فتره معينه من الزمن عملنا مهرجان وطني كبير الحين ما يستذكرني اسمه ها من باب لتقوية اللحمة الوطنية بحضور كان رئيس مجلس الأمة السابق الأستاذ جاسم الخافي نعم. وألقى كلمة فيه والعديد من الفعال دمعة وطن نعم. أحسن دمعة وطن ها وعلى مستوى كان يعني الحضور مو من الجمعية إلا حتى خارج الجمعية والمنطقة المحيطة فيه هذا دليل إن بالكويت نفس ما أكو لو أنت تبي تتكلم بصراحة نفس ما أكو ناس طائفي مذهبي ينظر بأفق ضيق هناك رجال دولة يهمهم أن الكويت تكون موحدة قوية متماسكة لأن حتى كما يقول في خطاب أخير لصاحب السمو بأن قوتنا في وحدتنا نعم. ودائما القيادة السياسية تؤكد بأن قوتنا في وحدتنا صحيح فإحنا نركز على هذا الشيء محمود تفضل سؤال شوي يعور القلب مخالف شوي بنضغط على البعض فيه ولكن خلي تحملون قسوته الشباب شلون تشوفهم هل ما زالوا مقبلين على الانخراط في جمعيات النفع العام للعمل في جمعيات النفع العام ام ان الشباب مبتعد كل البعد عن هذه الجمعيات ويمارس انشطه بعيده عن هذه الانشطه مع العلم ان انشطه جمعيه النفع العام على سبيل المثال جمعيه الثقافه الاجتماعيه اذا ما مورست بالشكل الصحيح وحققت النجاح ستكون فائدتها مو فقط على الشباب الكويتي يمكن على محيط الدول المحيطه نعم. وين شبابنا أنا قاعد أتكلم عن جمعية الثقافة الاجتماعية نعم قلت لك جمعية من أنشط الجمعيات على مستوى الكويت يعني نعم. اللي قاعد أسمع عن الجمعيات الثانية الشباب مثل ما تفضل أخوي سيد مو مثل أول الشباب الحين قل الحماس ولي الأمر مو مثل أول كان يقط ولده مثلا من الظهر يطلع ما يدري عنه وين يرجع التالي الليل يرجع وين يروح وين يجي الحين لا الحين حتى الأندية الرياضية تشوف فترة امتحانات ما في تمرين ما في مباريات أصلا شوف فترات الأشكال فترات ما الأندية تسكر بالكامل يعني عدل. بس بشكل عام أتكلم عن جمعية الثقافة لا الحماس موجود التواجد عندنا موجود الحضور بس مو مثل أول وايد أقل من أول قلت لك لعدة أسباب الوضع الاجتماعي تغير أنا أيضا مهم بالنسبة لي نسمع رأي السيد يعني بالنسبة حق أنشطتنا للشباب اللي نقدمها إحنا طبعا عندنا على مدار العام طول السنة أنشطة للشباب من الأطفال للشباب أوجزها بالآتي كل فئات العمرية كل فئات العمرية يعني مو بس شباب أو كبار لا. إحنا أنا أقول لك إحنا نتكلم الحين عن فئة الشباب إحنا عندنا حق الصف أولى وثاني ابتدائي عندنا نشاط مميز متعوب عليه ماسكينه مجموعة مميزة من شبابنا يقام كل يوم يمعة وسبت نعم. وطبعا بالأطلع. هذا النشاط بالأطلع. على مدار السنة طول السنة هذا النشاط
ودائما أنا أكون موجود بالجميع هذا الوقت، ألاقي السعادة على أباء علمتوهم قرآن، ونستوهم، لعبتوهم، الياهل اللي يجيبونه ما وده يطلع، ومجهزين قاعات مجهزة على أعلى مستوى، أي واحد من أولياء الأمور يبي يشوفها قبل لا يسجل ابنه يشرفنا بالجمعية وفق أحسن تقنيات، مجهزين قاعات للطفل في هذا السن. عندنا طوال العام، عندنا الحين الدورة الصيفية موجودة بالجمعية ومشتركين فيها حوالي 70-75 طالب، ما شاء الله دورة صيفية متعوب عليها. وعندنا كذلك النشاط المميز لجوالة الغدير. جوالة الغدير هي جوالة تابعة للجمعية، وهي عضو في الهيئة العامة للشباب والرياضة قسم الجوالة والمعسكرات، وهي تابعة للجمعية، لها نشاط مميز مو على مستوى الجمعية، على مستوى الدولة. والشهادات والدروع والكؤوس اللي تاخذها من على مستوى الدولة، هاي وسام احنا نفتخر فيه. قل نشاط الشباب، ما أقول لك نفس قبل، ولكنه موجود. وأنا دائما أطالب الإخوان، أي واحد يقول ماكو نشاط، ما شفنا شيء، أي يسأل أي يشوف، وإحنا بالخدمة. نعم، يعني أنا مستمر معكم بالحديث، وما زال الحديث عن جمعية الثقافة الاجتماعية كثر ما نسولف، ولكن ما زال في جعبتكم كثير للحديث عن إنجازاتها، عن تاريخها العريق، واللي يمكن حقق كثير من الإنجازات لدولة الكويت. فاصل ونعود لنتواصل مع ضيوفنا الكرام. رجعنا مشاهدينا من بعد الفاصل ومستمرين معاكم في برنامج أهل الديرة، وكنا نتحدث عن جمعيات النفع العام، شكرا لك، وكذلك تحدثنا عن جمعية الثقافة الاجتماعية ودورها البارز في المجتمع الكويتي. أنا يعني يمكن تحدثت على كثير من الأمور وعلى شبابنا وعلى المجتمع، ولكن يعني خلنا نكون شوية صريحين أبو محمود، هل هناك من يهتم الآن بالعمل بالمجال المدني؟ أردنا أن نتحدث عن العمل المدني، هل في أحد تطوعي يعني؟ إيه تطوعي أخوي أحمد، حنا عملنا كله تطوعي، من رئيس مجلس إدارة إلى الأعضاء كلهم عملنا تطوعي. نعم، حتى اللي يشتغلون عندنا مثلا في النشاط المسرحي أو الرياضي، كله تطوعي شبابنا بالتدريس، حتى الممثلين اللي يجون عندنا يسوون المسرحية مثلا، شبابنا موجودين. اي يعني يجيب لهم عشاء واشياء بسيطه، فلوس تكاليف المصاريف اللي يسوونها، بس قانوعين يعني. خلنا اقول لك ان الوحده الوطنيه اللي صارت المسرحيه، سوينا مسرحيه عام عيد الوطني كان. نعم، فعلا مسرحيه يمكن انتم سجلتوها قناه الكوت. إيه؟ مسرحيه تجسد الوحده الوطنيه باعلى صورها صراحه، والحضور جدا كان متفاعل معها، فهي احد الاشياء الوطنيه اللي احنا سويناها صراحه في جمعيه الثقافه الاجتماعيه. بس بشكل عام قلت لك الشباب كلهم متطوعين، وكلهم صراحه اعطاهم ممتاز، سواء بالتدريب او بالتدريس او بالنشاط المسرحي. يستفيدون طبعا من خبراتهم. اي طبعا هم يستفيدون منا، احنا نستفيد منهم مرات بعد يعني، وهم جميع بدينهم تقريبا يعني. نعم، طيب يعني سيد، عرف انك تبنيك لقضيه فلسطين منذ انطلاقك على الاعلام، وارتبط يعني ارتبطت هذه القضية فيك ارتباط وثيق إعلاميا، مما أن رأينا سيد عبد الله الموسوي على شاشة علمنا أنه يتحدث عن قضية فلسطين. بس اليوم ما عن فلسطين يعني. ولكن اليوم نتكلم عنها، كنت تتبناها برمضان يعني بشكل كبير جدا. هذه القضية قبل غزو صدام على دولة الكويت كان لها أيضا من يتبناها ويدافع عنها، ما زالت هذه الرؤية موجودة؟ طبعا أنا اليوم ما هتكلم عن فلسطين، هتكلم من عن جمعية الثقافة ودورنا في خدمة القضية الفلسطينية. نعم، جمعية الثقافة الاجتماعية عضو بالحملة العالمية للعودة إلى فلسطين، وهي وهو تجمع عالمي يضم حوالي 150 هيئة أو جمعية مجتمع مدني، هدفها العمل إعلاميا ثقافيا لليوم الحلم الأكبر العودة إلى فلسطين، وإحنا عضو في هذه الحملة العالمية. واحد من 150 من 150 أو 150 منظمة وهيئة مجتمع مدني. إنزين، إحنا أقمنا العديد من الأنشطة، إحنا ركزنا أن نقيم يومياً سنوياً نحيي ذكرى نكبة فلسطين، وهي قيام الكيان الصهيوني في فلسطين. نعم، في شهر مايو من كل عام، كي سنوياً نقيم فعاليات مميزة بالجمعية لإحياء هذه المناسبة، وهذه المناسبة تحيا على مستوى رسمي بدولة الكويت كذلك، وزارة الإعلام تحييها، والعديد من الأخوان في جمعية النفع العام تحيي هذه المناسبة، وطموحنا مستقبلاً أن نسوي فعالية موحدة مشتركة لتوحيد الجهود وتقوية الفعالية. أقمنا معارض إعلامية مميزة، معهد للرسام الفلسطيني ناجي العلي، هذا العام أقمنا معهد
مميز عن الصحافة اللي طلعت في ذكرى النكبة. كذلك بعد أيام عندنا ندوة بمناسبة اليوم العالمي للقدس عنوانها ماذا يحصل في فلسطين. من سنتين أقمنا ندوة ودعينا مفكر كبير هو الأستاذ الدكتور رفعت سيد أحمد من جمهورية مصر وتكلم وكان حضور جماهيري مميز. هذه الأنشطة تخاطب يعني ما هي أنشطة جماهيرية عامة ولكن تخاطب المتخصصين ولها جمهورها والحمد لله في تفاعل ويانا. قضية فلسطين دولة الكويت على المستوى الرسمي والشعبي واقفة ويا فلسطين ماديا سياسيا إعلاميا اقتصاديا. الكويت سباقة في دعم القضية الفلسطينية وهذا واجب على جمعيات النفع العام بأن مو نهتم بالشأن المحلي بعد الشأن الإسلامي والعربي والإنساني. هذا هم واجب من الواجبات الملقاة على عاتقنا كجمعيات نفع عام. يعني هل تتدخل الجمعية بتبني أو بطرح رأيها السياسي في بعض القضايا؟ على سبيل المثال القضية الفلسطينية تعتبر قضية سياسية دولية. هل الجمعية اليوم دورها يتعدى الدور المحلي، الدور الاجتماعي، الدور الثقافي، لأيضا تتبنى بعض القضايا السياسية؟ لا بل تصبح عضو من 147 عضو فعال على مستوى العالم. احنا اغلب انشطتنا اخوي احمد تعتبر انشطة ثقافية واجتماعية ورياضية. الامور السياسية في البلد احنا بعيدين عنها شوية. قضية فلسطين هي قضية عامة. حتى الجمعيات الثانية تتبناها، فاحنا من ضمن الجمعيات هذه اللي تتبناها نتبنى القضية الفلسطينية في يوم النكبة، يوم القدس، يعني الأشياء اللي تتعلق في فلسطين أو تتعلق في أمور ثانية. بس أمور السياسية احنا شوية بعيدين عنها لأن احنا دورنا كجمعية اجتماعي ثقافي أكثر شيء، والقانون يمنع هذا، القانون يمنع. احنا أكثر شيء اجتماعي ثقافي رياضي ترفيهي، يعني أكثر شيء نشاطتنا تتعلق بالأمور هذه. تمام. هذه الأنشطة اللي اليوم قاعد نقدمها للمجتمع بدأت تلاقي يعني قبول واستحسان لربما من قبل بعض. هل هناك رؤية لتطوير منهجية هذه الأنشطة والفعاليات اللي قاعد تحطونها حتى ممكن يتقبلها الشباب اللي عنده عزوف عن الحضور يبدأ يشارك؟ هل هناك نية لتغيير هذه يعني البرامج اللي عندكم؟ طبعا كل واحد وده يطور العمل الاجتماعي أو عمل الترفيه أو عمل الرياضي ماله. احنا الحمد لله كل ما نقعد يصير نشاطنا اقوى من اول. واهم بعد فرصه هم نذكر حق الاخوان، نذكر لكم احنا مقبلين على توسعه كبيره راح تصير بجمعيه الثقافه الاجتماعيه. هالتوسعه راح تصير فيها مثلا صاله كبيره رياضيه، حمام سباحه مغطى مرتب كبير. كل الاشياء راح تصير ان شاء الله، يعني قريب نخلص بعض التراخيص، يعني بس واقفين على بعض التراخيص. المراحل النهائيه من التراخيص تقريبا يعني 95% تقريبا خلصنا من التراخيص، احتمال اسبوع شهر بالكثير ان شاء الله نخلص نبتدي بعدين بالمشروع الكبير اللي راح يصير حق التوسعه. هذه التوسعه هي اللي راح تساعد على التطوير وعلى زياده الانشطه اللي راح تصير بجمعيه الثقافه الاجتماعيه ان شاء الله. نعم نعم سيد، يعني انا من بدايه الحديث واحنا نتكلم عن دور الجمعيه في الماضي الحاضر الندوات الفعاليات اللي تقدمها وشايك لا يبرد زي الندوات اللي تقدمونها الأنشطة الفعاليات جانب رياضي اللي مهتم فيه أبو محمود كونه أحد الرياضيين اللي طلعوا من الجمعية ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا كله ليش؟ ليش الحين التطوير؟ ليش الحين مثلا الأماكن الرياضية قاعد تطورونها؟ ليش أماكن السباحة اللي قاعد تبنونها؟ ليش هالعطاء ما زال مستمر؟ يعني حق منه؟ بكلمتين، خدمة المجتمع. الله، إحنا فعلا وظيفتنا كجمعية نفع عام ان نقدم خدمه للمجتمع. احنا طبيعه عملنا تختلف عن الوزارات التنفيذيه، ولكن احنا طبيعه عملنا نقدم خدمه للمجتمع، خدمه توعويه، خدمه اجتماعيه، خدمه ثقافيه، خدمه رياضيه. الملعب موجود بالجمعيه مفتوح ودائما تكلفته وتطويره ما يقابله لرسوم رمزيه اللي حاطينها. لا، هذه لخدمه المجتمع وخدمه ابنائنا. الحضانه التابعه للجمعيه تقدم أنشطة مميزة برسومها الرمزية لخدمة المجتمع. المسرح بالجمعية، المكاتب، القاعات مفتوحة لأي أحد يبي يقدم نشاط معين، ولكن بما يتفق مع أنظمة الجمعية، مفتوحة الجمعية للجميع. لأن احنا وظيفتنا خدمة المجتمع، وفعلا احنا صادقين، احنا جايين كلها سنتين وإن شاء الله نسلم الأمانة للي بعدنا، ولكن احنا لازم خلال هالسنتين نرضي الله سبحانه وتعالى. حسنت. ونقدم خدمة للمجتمع. صحيح. ونكون أدينا تكليفنا بشكل سليم. نعم. بس هذا هو الهدف. يعني يعطيكم العافية على الجهد الجبار اللي قاعد تبذلونه. أنا خلني أوجه
يعني تحية لكم على جهودكم الجبارة، على كل الرجال اللي ساهموا في تأسيس هذه الجمعية. مرة أخرى أوجه تحية أيضا لكل السادة المشاهدين اللي قاعد يتابعونا، وأذكر بأن الإعادة 3 مرات ينعاد عندنا البرنامج. وعبد الله زميلنا من القسم الإعلامي المصور إن شاء الله بعد شوي راح يأخذ لنا مجموعة من لقطات هذه الصور تذكارية بنحطها عندنا، وإحنا إن شاء الله علشان نفتخر بهذه الصور. أبرز الشخصيات اللي تعتز بذكرياتها الجميلة، مع يعني الاحترام وتقدير لكل الشخصيات، ولكن اللي تتذكر أسماءها اللي ساهمت عززت ببناء هذا الجيل الحالي اللي قاعد نفتخر فيه. نعم والله احنا تونا شفنا صورته. إيه؟ والأخ أخوي الكبير صراحة والحسين بارون أبو عمار. نعم صراحة أحد الشخصيات اللي اعتز فيها صراحة، وأنا قبل 4-5 أيام كنت عند المستشفى. نعم عسى الله يشفيه. الله يشفيه سلام إن شاء الله. العمر بإذن الله. هذا يعتبر أحد الرموز من جمعية الثقافة الاجتماعية القديمة صراحة. وفي شخصيات توفى الله يرحمهم، رحمة الله عليهم. إيه فهل أتذكرهم يعني، وبلا أنسى أخونا هم بعد فؤاد عاشور أبو عيسى. أبو عيسى عدل. وعدنان الصايغ، وما بقول اسمه احنا نسم كم اسم أنا يعني كلهم الخير والبركة. تحديدا الحجي فؤاد عاشور معرفتي فيه قليلة يمكن من 3-4 سنين، ولكن يبقى شاب. نعم معرفته بالشباب، احتكاكه على شباب يعني مع الشباب دائما يحرص على الحديث معهم. هذه يمكن نقطة مهمة جدا بما أن احنا قاعد نتكلم اليوم على دور الجمعية. هل اليوم لما أنا أكون عضو في الجمعية كل دور مع الشباب، هل دوري ينتهي بمغادرة الجمعية ولا لا؟ الجمعية تهتم بكل أعضائها اللي كانوا معها قبل واللي ما زالوا معها موجودين. الجمعية وأنا أقولها في قناتنا قناة الكود. نعم. الجمعية مفتوحة حق أي واحد يبي يشتغل، وإحنا نتشرف بجيل الشباب وحماسه وحيويته، ونتشرف بجيل هواد الأوائل اللي أهم الخبها والخير والباكة. من مدة يعني أخ عزيز من الأخوان الكبار، وهم كان عنده ملاحظات توجيهات وتشرفنا فيها واستفدنا. إحنا نفتح الباب نسمع ووفق إمكانياتنا المادية والإدارية وهذا ننفذ الأنشطة. ولكن الجمعية ما هي جمعية حكر على جماعة وفئة أو على مجلس الإدارة، الجمعية مفتوحة للجميع، وأي واحد عنده نشاط يبي يساهم في نجاح الجمعية ليش نوقفه؟ نعم بالعكس ندعمه ونوقف وياه. فهاي دعوة من قناتكم إن أي واحد عنده مشروع فكرة نشاط مميزيننا، وإحنا نتشرف إن نسمع منه. نعم يعطيك العافية على الكلام طيب. أنا أوجه الدعوة إلى الزميل عبد الله من القسم الإعلامي لأخذ بعض اللقطات التذكارية، مثل ما عندكم صور الصورة اللي بناخذها إن شاء الله نحطها في أرشيفكم. يعطيك العافية عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله. يعني تكون هالصور ضمن الأرشيف اللي عندكم دائما نتحدث عنه ونفتخر فيه. يعني ما أهمية اليوم أن احنا نسمع النصائح من قبل بعض، تقبلون كل النصائح، هل هي مهمة لكم؟ أكيد احنا الصراحة نتقبل، ونتقبل حتى لما يجونا بالزيارات والمعارض او بالندوات يقعدون معنا، او انا اخذ رايهم. ايش رايكم العرض؟ تاخذ راي الجميع طبعا. اخذ رايهم وبكل صدر رحب صراحه، سواء ايجابيات او السلبيات اللي يقولونها لنا. نعم بالعكس انا في كل اجتماع في كل مثلا عندنا عرض مسرحي او عرض ندوه مثلا، او مثلا قبل كم يوم سوينا اسباب نجاحي اللي ندوة اسباب نجاح حمله اعلاميه. طيب. حمله اعلاميه كانت قويه حلوه زينه كانت، فدائما احنا وياكم نتكلم عن حملاتنا الاعلاميه للمجتمع. ايش رايك ناخذ صوره مع ابو محمود؟ نتشرف هذه الصوره هم بعد. حياك تفضل. يا الله خليك مكانك. خليك مكانك انت بالنص. نبي ابو محمود بالنص. ليش يكبهودك يا ابو محمود؟ بالعكس لازم المذيع بالنص. الله يسلمكم. شكرا شكرا عبد الله ما قصرت. يعطيك العافيه. شكرا لك استاذ عبد الله. يعني هالصور التذكارية اللي نعتز فيها ونفتخر أكيد فيها. أكيد. عندنا تفضل. احنا عندنا صور كثيرة صراحة عند الارشيف السيد. يعني يقول مو عنده الارشيف طبعا. اي شيء نطلبته منه. جمعنا ارشيف وعندنا يعني هو ميزة الارشيف اللي سوته شبكة البشائر انه خلتها متاح للجميع. انت تقدر تدخل تنزل اللي تبي منه. وهاي جهد مشكور وما احتفظوا فيه لنفسهم. خلوه مفتوح للشبكة. مفتوح. ادخل شبكة البشائر الاسلامية تلقى كل ذكريات الحركة الإسلامية بالكويت بالستينات والسبعينات والثمانينات، وتلقى منها جمعية الثقافة، المخيمات، مسجد النقي، يعني ذكريات جميلة يعني لو بتعيش الأجواء. هذا الجهد جبار جدا، خصوصا أن احنا اليوم يعني نعيش بشهر رمضان المبارك وذكريات هذا الشهر الفضيل. ما زالت يعني قيمة صلة الرحم موجودة والتواصل الاجتماعي موجودة السنة ولا السنين هذه الأيام هذه ولا قلت عن السنوات الماضية؟
التواصل الاجتماعي، صلة الرحم قلت ولكن موجودة. بس قلت قلت الحين أنا عندي بالواتساب 295 واحد بمجموعة أدز له عيدك مبارك عليك الشهر وانتهى. أول كان أكو لقيمة زيارة وحتى الاتصال ألو سلام عليكم مبارك عليك الشهر، الحين انفقدت. يمكن هاي وضع التكنولوجيا التطور هم يحتم عليك شيء معين، يعني لا نجلد الذات بشكل قاسي بعد، ولكن يبقى التواصل الاجتماعي نفسيا وايد لأثر طيب. طبعا لأثر طيب وممتع، ولكن اختلف. اختلف أكيد. شنو دوركم يعني اليوم أبو محمود لإعادة زرع هذه القيم اللي بدأ المجتمع لربما يفقدها شوي شوي، ولكم دور كبير يعني تقع عليكم مسؤولية كآباء، كيعني منصب أيضا في رئاسة الجمعية. نعم. كإعلام اليوم نظهر أن نتحدث دوركم في محاولة أن هذه الأمور السلبية تتلاشى بالمجتمع ويعود المجتمع مرة أخرى يتواصل. أنا أتفق معكم بالبرود الاجتماعي اللي صار عندنا بالمجتمع. أجمل كلمة قالت ها، برود اجتماعي. وصف دقيق. بس مع هذا أخوي أحمد حنا من الدول الجدا متماسكة اجتماعيا، يعني لو تسافر أي مكان برا برمضان ما تحس الطعم رمضان الكويت. أي مكان تروح، حتى لو تروح أوروبا آسيا أي مكان تروح، رمضان الكويت يختلف عن أي رمضان في العالم. حتى التواصل الاجتماعي صح صار عندنا مثل ما تفضل برود أو صار شوية في نوع من السلبيات، بس مع هذا لا في تواصل. احنا دورنا قلت لك، احنا دورنا هالغبقة رمضان اللي نسويها سواء للرجال أو للنساء هي أحد عوامل تجمع الاجتماع اللي راح يصير. راح ندق على الكل، وبالعكس شخص شخص يعني بجمع العمومية ندق عليهم فرد فرد، حتى من الخوات عندنا درجة نسائية هم يدقون على بنت بنت، أخت أخت يدقون عليها ويدعونها للمشاركة وهذه الدعوة الأولية يعني. والدعوة للجميع. نعم. فبالعكس احنا كثر ما نقدر حتى مع عيالنا مع أولادنا بهالتواصل الاجتماعي احنا ماشي فيه الحمد لله رب العالمين. نعم. يعطيكم العافية على هذا الجهد الجبار الضخم اللي قاعد تسوونه، وهذه الأمور يعني الإيجابية اللي احنا نفتخر فيها. أنا يعني في نهاية الحلقة ربما شيء بسيط يقدم لكم من باب العطاء اللي تقدمونه لهذا المجتمع الغالي على قلوبنا، هدية مقدمة من إدارة الكويت وتحديدا من شركة أمل الكويت للعطور الراعي. شكراً شكراً. رسمي لبرنامجنا، وهذه هدية الصوغة لك وكذلك لسيد عبد الله المسوي. يعطيكم العافية. أنا راح أضطر أن أختم برنامج وياكم، ودائما ما نقول بأن اللحظات الجميلة تمر بسرعة علينا، فكلمة أخيرة تختم فيها اللقاء. والله أنا أقول أشكركم، أشكر قناة الكويت على تحت هذه الفرصة صراحة، ومرة ثانية نبارك عليكم الشهر الفضيل. الله يسلمك. وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون شهر خير وبركة لكل شعب الكويتي والأمة الإسلامية إن شاء الله. ومقدما هم أقول لكم كل عام أنتم بخير إن شاء الله. إن شاء الله. لك سيد كلمة أخيرة في ختام هذا اللقاء. مشكورين على استضافتكم، وأنتم سباقين دائما في هذه الأنشطة، وإن شاء الله الله يتقبل أعمالنا وأعمال الإخوان والأخوات جميعا في هذا الشهر الفضيل، ويتقبل منا أعمالنا ويحفظ دولتنا الحبيبة ويحفظ المسلمين في كل مكان إن شاء الله، وخصوصا في فلسطين المحتلة. نعم. يعطيك العافية، كل الشكر والتقدير لكم على التواصل معنا، على حضور في برنامج أهل الديرة، هذا البرنامج اللي أصبح رائد في استضافته لهذه الشخصيات البارزة في المجتمع الكويتي، وتحدثنا اليوم عن جمعيات النفع العام ودورها البارز في خدمة الديمقراطية الكويتية، وتحديدا جمعية الثقافة الاجتماعية ودورها البارز في خدمة هذا الوطن الغالي. وكان معي ضيوف أعزاء علينا، الأستاذ أحمد دشتي وكذلك سيد عبد الله الموسوي. إلى أن نراكم بحلقات جديدة من برنامجنا، تصبحون على خير.